السلام عليكم، معكم محمد عدين النخلي. هذا السؤال يبغانا نوجد اللي هو السي. طيب هنا معطينا معطيات في السؤال، الاي بتساوي 0.01 والاريا بتساوي 5 وهذا الرقم ثابت 8.85 × 10^-12 والدي بتساوي اللي هو 1.2 × 10^-5. طيب ايش القانون يقول لنا؟ اللي هو الاي ضرب الاريا ضرب هذا الرقم الثابت على، يعني نقسمهم على هذا الرقم. فلنجي نعوضها على نعوضها في الحاسبة زي ما قلنا، 0.01 × 5 × الرقم هذا الثابت اللي قلنا عليه مقسوم على هذا الرقم. لنجي يساوي، لأنه هنا أس 8 يساوي شيفت عندي بيطلع لنا بالمايكرو نفس الإجابة. هنا لو نلاحظ عشان هنا يعني هو اللي بنسويها الديسيمال، يعني فعشان 8 فبنقرب الأربعة نخليها 5.